السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا بنصور عربيات جديدة موجودة في المعرض. زي ما حضراتكم شايفين كده عندنا تشكيلة مختلفة من العربيات. وطبعا قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض نسمي الله كده ونصلي على رسول الله، وكذلك ياريت تعمل لنا اشتراك واللايك الجميل وتكتب لنا كومنت كده في ذكر الله، واي استفسار انتوا عايزينه تقدروا على طول تكتبوا لنا المطلوب، واحنا ان شاء الله بنرد عليكم في اسرع وقت. زي ما حضراتكم شايفين كده عندنا تشكيله مختلفه من السيارات، سواء العربيات الالماني او العربيات الانجليزي او الصيني. والمكان طبعا ما يتوهش، المكان في معرض سيارات عبد الله في فرعين، في فرع في 30 شارع احمد عرابي المهندسين بجوار بيتك، وفي فرع تاني في الفرع الجديد اللي هو في الشيخ زايد عبد الله اوتو. زي ما حضراتكم شايفين كده ان شاء الله مستني استفساراتكم، واي حد محتاج اي معلومه ان شاء الله اقدر ارد عليه على الموبايل في 011 465 3 0 3 6. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.